الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم رئيس الحفلة المؤطر والمستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله أريد أن أقدم أمامكم اليوم كلمات وجيزة عن الصلاة أيها المستمعون الكرام إنكم تعلمون علما تما أن الصلاة كانت مشروعة في شريعة كل نبي من آدم إلى محمد العربي صلى الله عليه وسلم الصلاة واجبة على كل مسلم عاقل بالغ في الشريعة المحمدية سواء ذكرا كان أو أنثى مسافرا كان أو مقيما عبدا كان أو حرا وهي المميزة بين المسلم والكافر أيها الحاضرون الأجلة إن الله سبحانه وتعالى أمر الصلاة في القرآن الكريم مرات بقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وفي مقام آخر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأيضا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأما فضائلها في كتب الأحاديث كثيرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمن لأنها فرضت في المعراج وفي حديث آخر جعلت قرة عيني في الصلاة أيها الحاضرون الكرام أن الله سبحانه وتعالى أمر الاستعانة بالصلاة في كل مهمة ومصيبة فقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وفي الأخير أقول لكم يا معشر المسلمين حافظوا على صلواتكم حافظوا على صلواتكم ولا تتركوا الصلاة حيثما كنتم لأن ترك الصلاة يؤدي إلى سخط الرب وسخط الرب يؤدي إلى الخسران المبين أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.